يا كابتن حازم، يا كابتن عيد حازم عليك ان شاء الله والاسره الكريمه يا رب. نجمنا العربي الليبي العظيم. حبيبي حبيبي يا غالي، تسلم لي يا رب. يعني بص، يعني وانت راجل نجم ستار ونجم كبير، وزاملت وعاشرت وصادقت نجوم الكره العالميه، ولك باع طويل، وتعرف قيمه النجوميه والانديه الكبيره. بما تفسر تصريحات مسؤول بيراميدز التي يبدو أنها مرتبة ومنظمة ومتفق عليها باتهامات غير صريحة، وبالتلميح بأن رمضان صبحي يتعرض لإرهاب معنوي، ده على لسان عمرو بسيوني مدير التسويق. وللأسف الكابتن هاني النهاردة زاد الطينة بلة، هاني سعيد، وأكال الاتهامات للإعلام، وقال انه وكانه حاله انتقام من رمضان. اتفسر بده ازاي يا كابتن؟ وانا عارف انك انت تعي قيمه ان تكون في اليوفي ثم تذهب الى الدوري الروماني مثلا، ان تكون في الاهلي ثم تذهب الى بيراميدز، ان تكون في الزمالك ثم تذهب الى السكه الحديد، مع احترام لكل الانديه. بما تفسر ذلك يا كابتن حازم؟ يعني لما تكون في الجنة تخش للنار يعني. فأكيد أكيد، أولا طبعا المشكلة بالنسبة للمسيرين في إدارة بيراميدز، الناس ده وكأنهم ما عندهمش خبرة في مجال الرياضي الكروي تحديدا في الإدارة الكروية. هو عبارة عن ربما مجموعة أو شلة تعمل في نوع من تجارة وبزنس، يعني بشكل غريب شوية. يعني في إدارتهم للنادي بيراميدز لا يدرون نادي يصرف الملايين أو المليارات بهذه الطريقة، لأنه يمتلك هذه المليارات وعنده هذه المجموعة من اللاعبين، أكيد يكون واحد من الأندية اللي تنافس بقوة وتظهر بشكل قوي لو كانت إدارتها فيها الحكمة. تغيب عن الحكمة بالرغم أنه مفروض أسماء يستعين بها إدارتنا، لكن أشخاص لا أعلمهم في الوسط الرياضي والكروي حتى في عدم تحدثهم بلباقة. أولا موضوع رمضان صبحي وأنت أشرت إليه بشكل كبير، هو الحالة أي لاعب في العالم يتعرض لضغوطات، اللاعب في العالم كله سواء لاعب في كل الأندية يتعرض لهذه الضغوطات، تبقى هي شخصية اللاعب. اللاعب نفسه في حد ذاته، أذكر يعني اللاعبين الكبار، باتستوتا أذكر في أيام كان متواجد في إيطاليا وتألقه بشكل كبير مع فيورنتينا ونجاحه آنذاك مع فيورنتينا وذهابه بعد ذلك إلى روما، هناك كان يرافق في بعض اللحظة عشق جماهير فيورنتينا ده بشكل كبير وهوس، وانتقاله لنادي روما بعد ذلك كان معه يعني تصور طبيب نفساني متابع له لأي حركات يا لأي تفكير. سلام عليك، أنا آسف للمقاطعة، انا بنصح انا ب... انا حتى بنصح ممدوح. حديثه وانفعاله وحديثه للاعلام يكون مدروس، يكون كلمه محسوبه، هذا امر مهم جدا جدا وهذا امر مفقود. هو كلمه محتاج محسوبه، فعلا طبيب نفساني، برافو عليك، هو محتاج نعم طبيب نفساني والله. صارت مع نجوم كبار في اوروبا ورونالدو الاسطوره القديمه، وصارت مع ديدا حارس ميلان، يعني حتى يتابعوا حديثهم. لو انت ممكن يتعرض لضغوط ويقول اي شيء، لكن لنرى ان اداره ما بيراميدز تحتاج الى اطباء نفسيين نفسه، او ان صاحب المال مش داري بحاله طريقه، او حاطط فلوسه وماشي ومش عارف ان في عيال صغار بيديروا بنادي هيضيعوا نادي يصرف الملايين للاسف بهذه الطريقه، ويسبب في اصطدامات مع الاعلام ومع الجماهير بحد ذاته، ويخلق نوع من هذه الجدليه اللي تحدث الان كل مره مع نادي بيراميدز. يعني انت عايز تلعب كوره، عايز تستمتع بدوري ممتع، انت بدون ان تدخل في هذه المتاهات، ان تدخل بهذه الطريقه طبعا اعتقد ان عيال صغار يديروا في اداره بيراميدز للاسف. أنا بتفق معاك، ولكن أنت معي، أنت جبت التايهة.
قبل ما يهاجموا حد او يلقحوا او يدوا الواد ايحاء انه بيتهرب يعالجوه نفسيا، لان هو جاي عيني من سخن البارد على رأي الليمبي. يعني ايه هو حصل له ايه؟ شوية عسل اترمى عليهم طحينة جبنة قديمة في مربى، الدنيا بايظة معاه، مش متخيل انه يمشي في الشارع محدش يهلله ولا حد. خلي بالك رمضان اشتغل في الاهلي 19 سنة، النهاردة 23 سنة، شاف احلى ايام عمره نجومية وهو عنده 20 21 سنة، واحتراف في انجلترا وهو عنده 21 22 سنة، راح لفريق لا زي الاحتراف ولا زي الاهلي، فعنده مشكلة نفسية فعلا يا كابتن. بالضبط، ما هذه امر جدا لابد ان يكون معاه، هذا مش عيب يعني، لزوم الكفار في العالم كله معاهم الطبيب النفساني المعالج حتى يمتص انفعالاته، لانه معرض لاي انفعال او اي تصريح يثير الدنيا من هذا الجانب يعني. طيب كابتن حازم، برضه الافيه اللي عمله ميسي التاريخي ما ينفعك افوته. يعني بص، الفريق بتاع روسيا ده الناس بيقولوا له ازيك، قال لك نو يعني. يعني طبعا السنه الجديده هذه ميسي 17 750 مباراه يعني، صح ولا انا غلطان؟ طب الناس بتقول لك ازيك، يعني تخيل انت مهما كانت نجوميتك واحد بيقول لك ازيك، انت ما كلموش في حاجه، انت بيقولوا له هاي قال لك نو. هو شاف، شوف ميسي اللي شافه في الشهور الاخيره 2020. اتفكر دي بتحسسني باللي في رمضان صبحي مع الفارق، يعني ميسي الراجل بيقول له مثلا ازيك هاي، تخيل انه بيقول له ما تيجي تلعب عندنا. ما تخيلت. طب انت شايف ميسي دنيته ماشيه ازاي يا كابتن؟ والله ميسي يعني شكله بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هناك سعي كبير جدا، وفي صفقة باريس سان جيرمان داخل فيها نيمار بإقناع ميسي يعني، ولكن ميسي مع جوارديولا يعني الخط ماشي بين البي اس جي، وهناك صفقة كبيرة حتكون في الصيف القادم بالنسبة لميسي. ميسي هو آخر سنة مع برشلونة، هذا شيء أصبح أكيد يعني، والتوقيع سيكون ما بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ولكن هناك شيء يلوح وتصريحات كثيرة تقال في الكواليس من جانب نيمار بأنه يسعى بشكل كبير وحابب أن ميسي يكون في باريس سان جيرمان، ولكن ميسي يريد أن يذهب إلى الدوري الإنجليزي أن يختم مشواره هناك. فالأمور أنا أؤيدك أنه لغة المال، المال لما يتكلم أكيد الصدق يصمت يعني في هذا الأمر يعني، فاللغة المال هي اللغة السيمة الحالية في ختام المشوار. طيب ارجع تاني لمصر واكلمك عن ساسي، شايف الدنيا ازاي وليه بنحمل الامور فوق طاقتها؟ يعني اللي يسيبنا خاين يعني ليه؟ ما خلاص الفلوس بتتكلم، انت عرض 1,400,000 والعرض اللي جاي له ب 6 مليون، يعني مفيش وجه مقارنه. ليه الجمهور مره يستقوى على النادي لصالح اللاعب ومره على اللاعب لصالح النادي؟ شايف ازمه ميسي ساسي ازاي يا كابتن حازم؟ انا شايفها اولا، انا لو يعني ازمه ساسي انا اعتبرها زي ازمه رمضان صبحي مع، وهذا وانت ربما اشرت مثال في عدم وضوح منذ ايام النجم علي معلول يعني في حوار كان معه في قناة النادي الأهلي بأنه هو فضل البقاء رغم الإغراءات الكثيرة من المال اللي واجهته، لأن تصور اللاعب الساسي أو رمضان ما يحسش بما هذه اللحظة، هم ربما شعروا بأنه يريد أن يأمن مستقبله، يختصر سنوات لعبه في أن يمتص أو يكتسب المال الكثير، ولكن سيشعر بهذه اللحظة، لأن أرى من وجهة نظري أن ساسي فعلا عندما ذكر لك الحقيقة الكابتن نادر داود طبعا معك في حديث الأمس بأن
الاساس يعاني انه مش مركز تماما مع الضغط اللي عليه، واضح ان عليه من مدير اعماله من بيته من اسرته ان العرض كبير، ولكن جو انا متاكد ان جو اساسي ان اساسي يريد ان يبقى، ولكن الضغوط اللي حواليه والدائره المحيطه بالاساسي واضح هذا من كلام نادر ان هو الفرصه لن تعوض بالنسبه له. هي عشان السن كمان يا كابتن حازم، عشان نبقى منصفين. بالضبط، هو شخص هو يعني صعب ان يعوض جماهير حضاته بهذه الدرجه الامان. خلقت تاس من جديد، احيت تاس من جديد، هي جماهير الزمالك، خلينا واقعيين. صح، واضحين، هذا امر واقعي. صح، فالرجل وجد امامه هذا الامر، يعني حائر بين الاثنين، حائر حب هذه الجماهير وكنز، وعامل السن انت اشرت لي برافو عليك، ويريد ان يامن مستقبله. هو شايف الدنيا حاليا الان اللي معاه الفلوس هي اللي بتتكلم، عرفت، المال هو اللي بيتكلم، فالزمن والضغوطات هي جعلت اللاعب في هذه الحيره، واجعلت جعلته حتى قالها لك نادر داوود المدرب بانه ما يعانيش من اصابه، وفضل الابتعاد اللي هو اللاعب ذهنيا اصابه ذهنيه، اصابه عدم تركيز، فيشعر بارهاق بدني من هذا التفكير والهرق اللي امامه مع الضغوطات. يعني الظن عن وذان امر من السحر كما يقال. صح، فالشافي وضع صعب جدا جدا امام الاغراءات الكبيره، يعني حدث في رمضان صبحي هذا الشيء، ونفس الشيء دائما اللاعب العربي يفتقد الى من يديره نفسيا او اداره الطبيب النفسي، عامل مهم جدا للنجم في اي مجال، هذا مفقود في العالم العربي، لان النجم لابد ان يكون معه طبيب نفسي، لان طبيب نفسي يوقف عن هذا التوتر، خصوصا ان اللعيبه دلوقتي بقيت مؤسسات ماليه تمشي على الارض. وانا على فكره انا عاجبني جدا، انا عاجبني جدا بصراحه يا كابتن، انا عاجبني جدا يا كابتن حازم، في العالم كله معجب ومبهور بكريستيانو. هذا البني آدم يعيش سنه ويعيش أيامه ويتحول من مرحلة لمرحلة في حياته بكل الارتياحية، وده فارق معاه لوجود أكتر من طبيب نفسي معاه. برافو عليك كريستيانو رونالدو، أنت في بداياته أنا شاهدته، عملت معاه حتى حوار في بداياته آه. مانشستر يونايتد بانطلاقة الشهرة بتاعك كان عصبي جدا، عصبي في بداياته، لكن كان هناك استشاريين بجلب له أطباء نفسيين، لأن الحديث كيف يتحدث يشد الانفعال، لحظة ردة الفعل بتاعه كل شيء محسوبة. الآن كسبب هذه الخبرة مع الأطباء النفسيين، لأنه فعلا فعلا عندما يتعرض لمثل هذه الهجومات شرسة، فلابد نراه الآن ببرود أعصاب، نراه هادي جدا، اتزن، خلاص العملية اتخذ عليها، واضح أن الناس هذه تمشي بخطوات محسوبة مع الطبيب النفساني المصاحب لها في كل استشاري. ولكن أنت الآن اللاعبين عندنا معهم وكلاء لاعبين، وكلاء لاعبون عندهم جثة، فالإثارة والكلام يخلق بلبلة ليهم، يعني عرفت كيف، مع الناس ومع الجماهير في هذا القبيل، ويجعلهم تحت ضغوطات كبيرة، وتبدأ الخيارات صعبة، وعنده هو طموح أنه يبقى وحبه لهذه الجماهير، مثلا تأتي حبه جماهير الزمالك، ولكن مش هيلقى هذا الحب في أي مكان تاني. وده اللي قاله الكابتن حازم إمام، قال لك لقد منحوه الجماهير ما لم يكن يحلم به، وساسي أفاد الزمالك في نفس الوقت. هذه حقيقة، كلام مظبوط، برافو عليك.